طيب انا معايا التليفون، معانا على التليفون الاستاذه حنان مصطفى كامل، مسؤوله العلاقات العامه جمعيه الروشتة الخيريه. استاذه حنان اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور عمرو، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يبارك فيك. اهلا بيك يا فندم. عايزه تقولي لنا ايه؟ فانا سمعت انك انت عايزه يعني تبدي مبادره جميله مع الاسره المكافحه دي اللي معانا في البرنامج. مظبوط طبعا، تحياتي للاسره العظيمه جدا، ودعوتنا من كل قلبنا بالشفاء العاجل. وانا شفت الحاله، وباذن الله يا فندم احنا متولين الحاله باذن الله. حضرتك طبعا عارف احنا قبل كده تعاملنا مع بعض مرتين، ولينا الشرف وكامل الشرف ان احنا نكمل مع بعض تعاون. انتوا ناس محترمين يعني، وربنا يكرمكم بالخير اللي بتعملوه. حضرتك الاحسن يا فندم، ميرسي جدا لذوقك. وباذن الله احنا هنتواصل مع فريق الاعداد عشان ناخد بيانات الحاله، وهنتواصل معاهم ونوفر لهم الدواء باذن الله مكانا شهرين. طيب انا شاكر. ايوه، ما عندناش اي مشكله ان احنا لو في اي حاله جات لحضرتك محتاجه برضه الادويه شهرين او كده، باذن الله يا فندم نوفر لهم العلاج بتاعهم، ما فيش اي مشكله. كتر الف خيرك استاذه حنان مصطفى كامل، وشكرا لجمعيه الروشتة الخيريه على الخير اللي بتعملوه معانا. شكرا جزيلا لحضرتك، ان شاء الله هم هيوفروا لك العلاج بالكامل بالمجان شهريا. فان شاء الله بعد الحلقه على طول تتواصل معهم، العلاج هيجي لك لغايه عندك كامل، من غير تتعبي نفسك، من غير تتعبي نفسك في الشراء او في اي حاجه. ربنا يبارك فيهم. فباذن الله ده موضوع العلاج هيتم ان شاء الله. ايه المشروع بقى اللي احنا ممكن نعمله لك عشان تشتغلي فيه وتبقي مطمنه؟ انا اهم حاجه اريح وليدي. طيب يعني اعمل لك مشروع بقاله مثلا اللي تشوفوه ان شاء الله، وممكن نشوف مشروع تاني اذا موضوع البقاله مش نافع معاكي، ممكن نشوف لك مشروع مكنه خياطه ونمولها لك احنا. ماشي، مفيش مشكله. ممكن نعمل لك مشروع اعلاف، انا هخلي حد يقعد معاكي بعد الحلقه ويشوف ايه الحاجه اللي تتناسب معاكي ومع ظروفك بدل ما تتبهدلي وتروحي. والله العظيم اللي يتناسب معايا اريح العيل بس ان شاء الله. باذن الله هتبقى يعني هيبقى في راس مال ان شاء الله، هيكون في راس مال، فالراسم مال يجيب فلوس ان شاء الله وتجيب ربحيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله والعلاج هيتصرف. 600 راجل، وانا بشكرك على اللي انت بتعمليه لجوزك ولاولادك. انت بتاكدي وبتعززي قد ايه الحمد لله نفس الفكره اللي دايما بنقولها، ان المراه المصريه ست يعتمد عليها، وست لما جوزها بيقع هي اللي بتشيله. فربنا يبارك فيكي وربنا يشفيك ان شاء الله ويرفع عنك ان شاء الله. يا رب. نفسك تطلع ايه؟ احنا المسلمين يا رب. عايز تطلع ايه؟ اي حاجه. انت نفسك تطلع ايه؟ ظابط ولا ايه؟ ان شاء الله يطلع احسن حاجه. انا حبيت اقدم لكم يعني هذه النموذج الجميل للست ام رحيم، لانها نموذج فريد للسيده الفاضله اللي شايله جوزها وشايله بيتها وشايله اولادها، وانا واثق ان ربنا هيكرمها بالخير اللي هي بتعمله. نموذج رائع للمراه المصريه انا حبيت اقدمه النهارده، واحد من الناس. بشكركم جدا.